رجعنا لكم يعني في آخر دقيقة ونص من الشوط الأولاني، ولكن مفاجأة غير متوقعة بصراحة. يعني مش ثلاثة مفاجأة ولا حاجة. مفاجأة مش مفاجأة ولا حاجة، عادي يعني. ثلاثة لا بس مفاجأة، 3 أهداف طبعا في الإسماعيلي في أول شوط، في الشوط الأولاني 3-0 يا كابتن. يعني كتير رغم إن أنت كنت مستغرب من تشكيل طبعا الأهلي، اكيد. وممكن تكون يعني ليك وجهة نظر بقى بعد الشوط الأولاني كده في نهايته، تقول لنا بقى رأي حضرتك. يعني انا شايف ان الاهلي زي ما قلنا في الاول انه بيلعب 3 4 3 بنزول حمدي فتحي ورا خط الظهر في الناحيه الدفاعيه، وبيلعب قدامهم في الناحيه الهجوميه يعني قفشه وميكسوني وبيرسي ذا وهم كلمه السر، لان قفشه وميكسوني الاثنين بيلعبوا من جوه، يعني مش فاتحين على الخط، لا ده سايبين المساحات لعلي معلول واكرم توفيق يجوا من بره على الخط، وهما الاثنين بيلعبوا من جوه، وده اللي عامل اكثريه عدديه للنادي الاهلي في الاطراف. ناهيك ان في توفيق للنادي الاهلي، اولا ضربه الجزاء اللي اتحسبت، هي ضربة جزاء، لا ضربه جزاء طبعا، ضربة جزاء هو اتشد وبعدين اللي اتحسبت لميكسوني، هو اتشد وبعدين سابه، تمام؟ كابتن محمد عادل حسبها في الاولانيه، ما حسبهاش يعني ما سابش، كان ممكن يدي اتاحت فرصه، وكان ميكسوني برضو لف وكان هيشوط، ولكن هو حسبها في الاولانيه في الشده الاولانيه من مروان الصحراوي لميكسوني، عشان كده اتحسبت. الهدف الثاني طبعا في مهاره فرديه كويسه جدا من بيرسي تاو، الهدف الثالث نفس الكلام. وزي ما بقول لحضرتك الثلاثي الامامي للنادي الاهلي هو اللي عامل التفوق ده، الاكثريه العدديه في نص الملعب مديه للاهلي الكره الثانيه بطريقه فظيعه لدرجه ان الاسماعيلي مش موجود. اكتر مشكله عند النادي الاسماعيلي واضحه ومخليه النادي الاهلي يلعب باريحيه كبيره جدا، الاسماعيلي بيلعب، انا قبل المباراه كنت متوقع انه يلعبوا كومباكت جيم في 40 متر، لا ده بيلعب في 70 متر، خط الدفاع واقف تحت الدايره وخط الهجوم بيهاجم النادي الاهلي في قدام، خط الهجوم بيلعب عند 18 من قدام عند البوكس من قدام، وخط الدفاع النادي الاهلي في 70 متر، اي كوره طويله بتتلعب، يعني الاهلي طريقه لعبه دلوقتي بيلعب على الكوره الطويله، تمام؟ فالكوره الطويله اصلا الاهلي ما بيجدهاش، بس الاسماعيلي اداله حل، ليه؟ لان المساحات مفتوحه، احمد عيد وعبد الله جمعه ما بيغطوش كويس، الاثنين السردباكين واقفين مع تاو، واللي بياخد الاريحيه هو ميكسوني، ومره عملها علي معلول، مره عملها اكرم من باص لديانج، مرتين عملهم قفشه تتلعب كده في انتهى ظهر. الشوط الاولاني بتقدم الاهلي 3-0 على الاسماعيلي. اتفضل يا كابتن. فطريقه لعب الاسماعيلي هي اللي مديها الافضليه للنادي الاهلي، وان كان طبعا كل لعيبه النادي الاهلي مجيده، عايز اقول ان يعني النتيجه 3-0، بس ممكن الاهلي في الدقيقه ال 11 او ال 12 يخش فيها هدف بتاع شكري نجيب لولا تالق علي لطفي، فبرضه ندي يمكن كان ممكن الاسماعيلي برضه يحرز هدف، الكره اللي راحت لشكري نجيب وكان خطا في المراقبه من بدر بنون، وخطا في التغطيه من اكرم توفيق، ولكن الامور عدت على خير. فزي ما بقول لحضرتك انا شايف ان طريقه لعب الاسماعيلي هي اللي مديه اريحيه للنادي الاهلي انه يعمل اللي هو عايزه في الملعب، وزي ما قلت قبل في قبل المباراه انا شايف ان التشكيل مش كويس، لا انا بعلن اعتذاري وبعلن ان مستر موسيماني عرف يلعب الجيم ده كويس قوي. اعتراف لا والله هو المفروض يفرح. لا هو يعني هو هو فرحان، هو فترة خلي بالك اكتر لا حاجه فرحان النهارده بيها، اكتر حاجه فرحان بيها انه لاعب بيرسي تاو لا بس في الشوط انت ما الاولاني جاب قلتش، جونين. لا بس انت ما قلتش التشكيل وحش، انا ما قلتش انت تشكيل، قلت انا مش مش فاهم هو فاهم هو هيلعب هيلعب ازاي. ازاي. انا قلت وخلي بالك وده الطبيعي لان احنا اول مره هو يلعب وخلي بصراحه، بالك يا كابتن هم فاهم قالوا معاك، كده برضو في الاستوديوهات ما انا التحليليه، لسه يعني بتكلم يعني قال الكلام ماشي ده. انا مع حضرتك تماما، بس انا بقول لك انا فعلا ما كنتش فاهم، وكنت متوقع انه يعمل جيم وحش، بس للامانه هو عامل جيم كويس قوي لحد دلوقتي. هو مبسوط وحاسس ان هو يعني لغايه دلوقتي كسبان، او يعني متقدم 3 اهداف في الشوط الاولاني، فهو كده شايف ان هو ماشي كويس. بس ناخد راي كابتن حماده برضو. طبعا من اسوأ الاشواط اللي انا شفتها الفريق الاسماعيلي، يعني الاسماعيلي انا واخد على كابتن طلعت يوسف ان هو من المديرين الفنيين اللي بيشتغل شايلين قوي كابتن تكتيكيا، فعلا والله، بس يعني عندهم مهارة بيشتغل تكتيكيا على اعلى مستوى. انا النهارده بتفرج على فرقه الاسماعيلي ما مش شايف له اي طريقه لعب، مش شايف اي شكل، مش شايف اي ترابط بين الخطوط،
كابتن طلعت مش لا معلش لا لا عرفت ايه ده السيستم معاه وبعدين كابتن جهاز ومعاه محمد ابراهيم محمد ابراهيم على طول لا يعني عارف شغل كابتن طلعت وخلاص واكيد شغالين عليه حتى لو كابتن طلعت كان تعبان معاهم بالتليفون معاهم طبعا وبيقول لهم بيشتغلوا ازاي والبرنامج اللي هو كل حاجه والكلام ده كله لكن انا عايز اتكلم في نقطه مفاجأة انت النهارده مفاجاه لما شفنا الملعب مش مفاجاه الاهلي متفوق الاهلي افضل الاهلي بيتحرك لعبته وتحرك بشكل اكبر بس انا النهارده لما اجي اشوف بيرسي تاو وقفشه وميكيسوني لازم اعرف ان النادي الاهلي هيخترق من العمق لازم واللعيبه دي عندها السرعه وعندها المهاره لازم انا الناس اللي قاعده في دكه النادي الاسماعيلي تبتدي تشتغل على الشكل ده بمجرد انه خد التشكيل النهارده ممكن الجهاز الاسماعيلي عامل حسابه ان هيبدا بمحمد شريف وهيبدا بكهربا وهيبدا بطريقه اللعب اللي انا ساقط في ظهر خط الدفاع في المساحات هنشتغل كذا هنشتغل كذا هنشتغل كذا طب السيناريو الثاني بلان 2 مع ايه هو البلان بي اللي انت هتشتغل بيه مش موجود انا النهارده اتفاجئ ان بيرسي تاو وميكسوني وقفشه بيلعب زي ما كل الاستوديوهات وكل الناس النهارده اتفاجئت بالتشكيل على الورق لكن طريقه تنفيذها في الملعب ايه هي دي ان انا اقدر انفذها صح ولا غلط اللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي في الملعب هي اللي بتديني المؤشر ان انا هشتغل ازاي النهارده تعال نبص على الثلاث اجوال اللي جه الثلاث اجوال اللي جم في النادي الاسماعيلي تمركز خاطئ من خط الدفاع ليه عشان مش عارفين يلعبوا قدام الثلاثه ازاي اللي هو قفشه وميكسوني وبرستاو مش عارفين بيلعبوا ازاي هو النهارده الراجل بيلعب بمين بيلعب ببدري بانون وايمن اشرف وحمدي فتحي في وسطهم وبيدي الحريه لعلي معلول واكرم توفيق ان هم يزيدوا فيعتبر بيلعب بخمسه نص ملعب وتلاتة ورا يعني بيلعب بتلاتة وبيلعب بخمسة نص ملعب وتلاتة اللي قدام اللي هو قفشة وبيرسي تاو لا تلاتة اربعة تلاتة خلاص تلاتة واربعة لا ما هو تلاتة اربعة تلاتة لا ما هو بيدي ديانج والسولية ديانج والسولية واكرم وعلي معلول خلاص وبيدي التلاتة اللي قدام اللي هو قفشة وميكيسوني وبيرسي تاو طب الشغل بيشتغل ازاي انت النهارده تعالى بص قفشة بيستلم الكورة بمجرد انه بيستلم الكره بتلاقي بيرسي تاو قاطع له بيحطها له في المساحه الكره الاولانيه بيرسي تاو واحد على واحد مع باهر المحمدي راح معدي وراح حاططها جول البنالتي نفس القصه التعامل مع البنالتي حتى خاطئ يعني مروان الصحراوي لما بيداخل على ميكسوني ان انت الدخله بتاعته هو خلاص حطك في ظهره النهارده المساحه بقت قريبه المساحه بقت قريبه هو مش هيقدر حتى لما لو حب ان هو يجيب جول المساحه بينه وبين باهر محمد اللي كان كمان بقى قريب كمان بقى عادل كويس صح فانت النهارده تصرفك تصرف ان انت عملت ضربه جزاء جدا خلاص بمجرد ان انت جبت الجول فرقه الاسماعيلي ما فيش ربط ما بين الخطوط انت النهارده كان لازم يبقى عندك لعيب بيقدر يربط لك الخطوط ببعض انت لما نزل صادق ابتدى صادق يمسك الكوره ابتدى صادق يقدر ان هو يعمل دبل باس مع الباك رايت او مع الباك ليفت او مع مع شكر نجيب الكلام ده كله ما كانش موجود قبل ما صادق ينزل صح. فما كانش في اي ترابط ما بين الخطوط بتاعه النادي الاسماعيلي كان بيمسك باهر محمد يمسك كره يعمل لونج بس روح مردوده على النادي الاسماعيلي ليه لان النادي الاهلي عنده لعيبه بتعرف تمسك كره تحت رجليها ثلاثه اللي قدام بيعرفوا يمسكوا كره تحت رجليهم وتحت ضغط شايف فكره دين قوي عن النادي الاهلي الشوط الاولاني لا هو ده احنا بنقول الاسماعيلي هو اللي سهل الجيم لا 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 لا, لا, لا. بصراحه بص انا هو حته انا شايف من وجهه نظري اللي سهل الجيم الاسماعيلي والفكر اللي الراجل بيلعب بيه ان الثلاثه اللي قدام يبقوا على حدود ال18 والاثنين اللي طايرين من بره اذا كان اكرم وعلي معلول ده اللي مسهل الجيم على النادي الاهلي والاسماعيلي لسه ما فطنش للفكره دي انا النهارده كمان انا بلعب الاسماعيلي كان بادئ الشوط بمين بعماد حمدي ومخلوف ومحمد عادل ثلاثه وسط ملعب انا النهارده في وجود بيرسي تاو وميكسوني لازم يبقى في واحد في قلب باهر محمدي ومروان الصحراوي قافل العمق دوت لان هم دول هيلعبوا من العمق مش هيلعبوا من الاطراف النهارده الثلاثه واقفين غلط عماد حمدي ومخلوف ومحمد عادل عشان كده هو طلع محمد عادل ونزل صادق النهارده لازم النهارده ما اكون بلعب بثلاثه ديفندرز لازم واحد زي النهارده حمدي فتحي لما بيلعب قدام بدري بانون وايمن اشرف انا لازم عندي لان انا عندي لعيبه مهاريه هتخترق من الحته دي طيب انت لو قفلت الحته دي النادي الاهلي مش هيبقى عنده غير حاجتين ان هو يلعب الباص اللي ما بين احمد عيد وباهر او عبد الله جمعه ومروان الصحراوي اللي هي في المساحه البينيه دي وانت سهل دي تقفلها دي سهل جدا ان انت بتخلي الباك يضم والهاف اللي هو بيبقى ناحيته بينزل معاه ما هو كابتن هو مش عارف دي ليه
لان لما قفشه بيضم وبياخد معاه عبد الله جمعه تمام. اكرم بيفتح المفروض بقى مين اللي ينزل معاه؟ ما هو انت واحد من يعني يا اما متفان درز يا اما الشام ينزل مع علي معلول. تعرف ليه؟ انت الثلاثه بتلاعبهم فلات فلات اه خلاص انت تمام. النهارده لازم يبقى في واحد فيهم تحت تحت اليوم الاثنين دول الاثنين دول لازم اولا الشامي لازم ينزل مع علي. اكرم وهو نازل لا الشامي ينزل مع علي ينزل مع علي وانا اشوف نجيب ينزل مع اكرم وهو نازل خلاص انت قفلت القصه كده لكن انت النهارده تكتيكيا في الملعب انت مدي الحريه لشكري والشامي واللي هو اللاعب الجديد اللي هو شنجر بتقول لهم ما تنزلوش طب انت النهارده لما بينزلوش النادي الاهلي ما عندوش مشكله خلاص النهارده بدري بانون فاتح في حته وايمن اشرف فاتح وفي وسطهم حمدي فتحي فما عندوش مشكله خلاص وفي واحد من الديفندرين اللي هو عمرو السولية او ديانج ساقط قدام الثلاثه دول فبقى خلاص ما عندوش مشكله خالص النادي الاهلي وبيخلي اكرم يزيد وخلي علي معلول يزيد والثلاثه هو ده اللي عامل الفرق يا كابتن بس دي النقطه اللي بكلمك هو ده اللي عامل الفرق لازم الناس اللي بره لازم توعى الحته دي ولازم تقول لشكري اجيب لا انزل مع الباك اللي نازل من ناحيتك وبرضه انت نفس القصه الشامي انزل مع الباك واحد من الثلاثه بتوع نص الملعب يلعب قدام الاثنين المساكين انت كده هتقفل على النادي الاهلي مفتاح لعبه يعني هو الحل الوحيد انا شايف من وجهه نظري انه ننزل عماد بس قدام الصحراوي وبهر المحمد ويدي واجبات بس خلاص بقى اعتقد اعتقد ان الجيم الجيم اتقفل صعب جدا على نادي الاسماعيلي وتسهل النادي الاهلي حضرتك قلت ان الاسماعيلي برضو يعني هو اللي ساعد النادي الاهلي على أكيد. النتيجه دي بس ناهيك في توفيق في لا ما هو خلي بالك الاسماعيلي ساعد ولكن الاهلي متفوق الاسماعيلي هو اللي ضاع في الاول في دقيقه 12 شكري نجيب بتاعت اللي شال على لطفي بس في الاخر الاهلي متفوق يعني انا مش عايز ابخس حق النادي الاهلي اه الاسماعيلي سهل الجيم للنادي الاهلي اديني فرصه اسال اتفضلي اديني فرصه اسال اتفضلي لا التشكيل ده لو قدام نادي الزمالك طريقه اللعب هتفرق والزمالك هيفطن للفكره اللي عملها النهارده مستر موسيماني ولا لا بمعنى انه لو لعب زي الاسماعيلي اكيد هيلعب بتاعه مش قصه التشكيل هي مش قصه التشكيل خالص انا اقصد ان التشكيل ده ما هو كل مره بيفاجئنا بحاجه لا هي برده مش قصه التشكيل يا ياسمين هي قصه النهارده الخطه الفكره ايوه مش التشكيل ونوعيه اللعيبه اللي بتلعب هو النهارده قدر ان هو يوصل لك ان هو فكره اتغير طب انا هشيل حاجه انا هقول لك انا هشيل اكرم واحط محمد هاني هيعمل نفس اللي هو بيقوله محمد هاني مش هيلعب الفتره الجايه لا انا قصدي لا انا بقول لك ايه بقول لك النهارده انا مش موضوع اسماء اللي موجوده لا هحط طب هقول لك حاجه هشيل مثلا قفشه واحط حسين الشحات او احط كهربا هشيل ميكسوني واحط مثلا الشحات هشيل بيرسي تاو واحط شريف في الانفرادات اللي بيجيله دي هو هيبقى نفس الفكر لان الفكر انت عملت انت خليت الثلاثه يلعبوا على ال 18 وفضيت المساحات في ظهرهم لاكرم توفيق وعلي معلول فديتي اريحيه في الناحيه الهجوميه القصه مش في التشكيل فلان وفلان 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 لا طريقه اللعب اللي في الملعب بتتنفس ازاي 1 2 3 4 هو ده اللي عامل تفوق للنادي الاهلي وكمان نادي الاسماعيلي مش عارف يدافع عليه فالعمليه بقت صعبه جدا جدا يعني هيك شايف ان برضو حسن هيك سؤال انا ما اقصدش كتشكيل التشكيل تمام انا اقصد ان خطه لعب يعني خطه لعب مع الزمالك ما انت خلاص انت عندك الماتش الجاي اللي بعده يعني اعتقد زمالك. هو لو استمر على التشكيل ده على الخطه دي قبل ماتش الزمالك اكيد الزمالك هيعمل حسابه كويس قوي وهيوقف سيردباكان ويخلي الناس اللي اطراف تنزل كده هو واضح ان هو التشكيل ده خلاص لا مش شرط خلي بالك لا مش شرط خلاص كل مباراه ليها ظروفها وكل مباراه بيلعبوا بس مين اللعيبه اللي تقدر تلعب مباراه زي كده لكن النهارده في تفوق لميكسوني وبيرستاو طبعا بشكل لافت وخصوصا ان النادي الاهلي كان عنده مشكله الفتره اللي فاتت في النواحي الهجوميه بشكل قوي فانت النهارده وكان يعني معلش حسين الشحات كان عنده اصابات كتير الفتره فاتت واستهلك بشكل قوي نفس القصه محمد شريف فالنهارده اللعيبه دي لازم تريح عشان يقدر يلاقيها بعد كده الفتره دي النهارده قفشه لما كان بيغيب النادي الاهلي كله كان خلاص مفيش اي حد لا النهارده بقى عنده لعيبه تقدر ان هي لو قفشه غاب ممكن تلاقي ميكسوني بيقوم بالدور ده فعنده بدائل النهارده موجوده لكن هي القصه النهارده ان مثلا هو مش شرط انه بيلعب الزمالك ممكن ان هو بيلعب اي فريق تاني بيعرف يقف كويس وبيعرف ان هو يقرا طريقه اللعب بتاعه موسيماني هيتعب موسيماني في طريقه لعبه واحنا النهارده بصي هي الكره مش الغاز هو اهم حاجه ان المدير الفني اللي واقف على الخط يبقى فاهم الفريق اللي قدامه بيلعب ازاي يبقى النهارده عارف يعني النهارده هتيجي النادي الاهلي عنده المباراه الجايه مثلا مع مين البنك الاهلي النهارده عنده محلل اداء النهارده لما يتفرج على المباراه ديت
عنده محلل اداء هيقول له والله النادي الاهلي بيشغل 1 2 3 4 5 ده مين البنك؟ البنك محلل الاداء بتاع الكابتن خالد جلال. انا متوقع ان الماتش الجاي كابتن بالمنظر ده كابتن ايهاب جلال يلعب 3 5 2. فانت النهارده هتلعب ازاي؟ والله ما بهرج. هتشتغل ازاي؟ هتقفل ازاي؟ هتقابل اللعيبه دي ازاي؟ كل الكلام ده النهارده. انا بقى عندي لعيبه الكواليتي بتاعها والشخصيه اللي في الملعب تقدر ان هي تنفذ الكلام ده ولا لا؟ هو ده اللي هيفرق. النهارده نادي الزمالك عنده لعيبه زي مثلا بن شرقي، عنده لعيب زي اوباما، عنده لعيب زي مصطفى فتحي، عنده لعيب زي سيف الجزيري، لعيبه فيها فروقات فرديه ما بين اللعيب المساك اللي بيلعب عليه او اللعيب اللي بيشتغل عليه، هو ده اللي بيفرق. وعشان كده الزمالك والاهلي والفرقه دي بيبقى عندها لعيبه عندها شخصيه، لعيبه مميزه. النهارده النادي الاهلي لما نتفرج على بيرسي تاو، لا لعيب مميز جدا، لعيب مميز، لعيب متحرك، لعيب ما تعرفش هو جاي منين. يعني الكره الفاول اللي عمله مثلا باير محمد، هو جاي لوحده. طب ازاي جاي لوحده؟ النهارده باير محمد المساك طالع على الطرف، طب انت اللي مطلعك على الطرف، انت فاهم ازاي؟ فعشان كده بقول فرقه الاسماعيلي مش سيئه من الناحيه التنفيذيه والتكتيكيه والبدنيه كمان. انا مش شايف فرقه الاسماعيلي بدنيا كمان واقفين على رجليهم. امال معسكرات ايه وفتره اعداد ايه؟ ده الاسماعيلي مريح بقاله شهرين وشويه. بس بص، ده البنالتي اللي احنا بنتكلم عليه. يعني النهارده بص، هو رايح في وسط كام لعيب؟ يعني لا بنالتي. ايديه الشمال انا شفت دلوقتي مروان الصحراوي. الصحراوي شد مروان شد وساب، حط ايديه وراح شال ايديه. خلاص انا النهارده سهلت له. ده باهر ده قافل وراه احمد عيد، وراه كمان احمد عيد ضامن كمان. كابتن اصل هو يعني بيجري كده ما بينهم. لا احنا بنتكلم على التنافس. بص ده كابتن، هنا في هنا الثلاثه ورا ومفتوحين. بص بيعدي ازاي من النقطه؟ ايوه ما انا بكلمك في النقطه دي. عايز ان انا اعدي مين اللي بيغطي؟ ما انا الطبيعي انا مساحات كبيره في ظهرهم فسهل انه يعدي. انا النهارده اللعيب ده غطى صح كده، يعني المساك الثاني دخل غطى ورا باهر محمدي، الكلام اللعب الشغل مظبوط. لكن انا النهارده كل هجمات النادي الاهلي انفرادات. الجول الاولاني بص البنالتي معمول فين؟ جوه السته. الجول الثاني واحد على واحد وراح معدي وراح حاططها ازاي؟ الجول الثالث قفشه انفراده عمال يلعب العرض البرسي تو انفراد راح ساند وحاططها من فوق احمد عادل عبد المنعم. بس انا برضو في بعض الاجوان انا بقول ان احمد عادل عبد المنعم مسؤول عنها. يعني يمكن احمد فوزي طبعا موجود هو اللي يعني ضربه الجزاء ما يعني لا يسال عليها تماما. الثالث هو اللي ممكن يعني الكره سهله قوي وهو راح هو شال واحده اللي بالدماغ حلوه بتاعت حمدي فتحي كويس. انما الجون الثالث كان ممكن يروح الثاني مش نازل بدري قوي. الثاني برده هقول لحضرتك حاجه، برده هو جاي مساحه واخد الراجل وطالع مع باهر. هو كان المفروض يا اما يستنى تحت يا اما لما يطلع يقفل يروح على الكوره بس. ماشي، انما انا شايف بس برجله الثالث سهل قوي. ده الثالث استلم الراجل وعملها ببطن رجله اليمين واحمد راح في حته والكوره في حته. هو المفروض لو عايز تروح تروح على رجل برجل بيرسي تاو. انما احمد عادل عمل ايه؟ راح قفل مساحه وزاويه مش في قصته. ولكن هو برده يا كابتن ما احنا مش عايزين نشيله الليله، هو جاي له انفراديه. يعني في كلامك مظبوط. انا بقول انت اللي تفيدنا. انا بقول لحضرتك ممكن يكون ليه 30% من الهدف تمام، انما ال 70% بتوع الاهداف اللي دخلت فيه يعني سرد باكات. لا ما هو تمام سرد باكات بس خلي بالك. الهدف الاولاني الصحراوي عمل ضربه جزاء من لا شيء يعني خلاص الراجل عداني ما تسيبه وباير هيروح وانا ارجع اغطيه. لا ده انا عملت ضربه جزاء وسهلت الدنيا. الهدف الثاني رايح على باهر واحد على واحد ومرقصه حتى الصحراوي بعيد قوي مفيش حد. الصحراوي بعيد والباك رايت مش موجود اصلا. مش موجود اصلا مش موجود. لما تيجي تجيب الكادر احمد عيد مش موجود في اللعبه خالص. الباك رايت وخصوصا ان دي هجمه للنادي الاهلي يعني الثاني الثالث انت المفروض ضربين خط الدفاع بالسرد باك. لو انت مش موجود لازم احمد عيد يكون مغطي في الحته طبعا. وقفشه ازاي واقف لوحده كل ده مثلا؟ ده بص في وسط كام واحد كانوا عايزين يطلعوا يعملوا ماشي. حتى لو بطلع ثانيه بقى وانا بطلع بقى كابتن احمد وانا بطلع بعشوائيه. لا بطلع ولا انا بطلع مع خط واحد. لو اطلع مع الراجل اللي بيكلمني من ورايا الباهر هو اللي بينظم الخط ده كله. يعني احنا هنتكلم في كل ده بالتفصيل بعد المباراه. بس انا لازم اخد رسالتين ثلاثه عشان الناس بصراحه زعلانه جدا. هي المباراه قدامها ثواني وهتبدا وشايفين في تغيير. النادي الاسماعيلي اهو مدبولي. يعني دايما بيبقى مدبولي في التغيير يا كابتن حماده. يعني انا بقول ممكن يطلع الراجل اللي هو جاسم ويدخل شكري نجيب نمره 30 اللي هو تقريبا هو صح زي ما هو ده التغيير الواقعي يعني. خلينا ناخد استاذ سيف. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك. استاذ سيف برضو رساله تانية.
ربنا يحفظكم جميعا تمام، ويحفظ بلدنا. ربنا يخليك ان شاء الله. يعني انا بحب الناس بتقعد تدعي دي وتقول كلام حلو، يا سلام. يعني الواحد بيعرف يقرا رسائل. يعني استاذ فريد، ضربه جزاء مش صحيحه، والجول الثالث اوف سايد. وجهة نظر بس، يعني الفار، الفار الفار هو اللي بيحكم دلوقتي، مش الموضوع، مش موضوع نظر، الفار هو اللي بيحكم دلوقتي. يا استاذ فريد، انت كنت ماشي كويس في الرساله، كملها للاخر كويس، عشان لا اصل في الاخر يعني ماشي. بس هو زعلان من التحكيم جدا جدا جدا. بصوا امبارح برضو الناس زعلت، الاهلاويه كلهم زعلوا برضو من التحكيم جدا على ضربه جزاء، وكان في اعتراض على ضربه جزاء نادي الزمالك، والنهارده الزملكاويه واضح برضو معترضين. فيعني هي الكره كده شكلها يعني. استاذ فريد، دخلوني معاكم مباشر. حاضر، ابعت لنا رقم تليفون حضرتك واحنا هندخل حضرتك معانا مداخله، يعني ما فيش مشكله خالص. احنا يعني بس ابعت لنا رقم حضرتك، احنا ما عندناش الرقم، هيبعت لنا بس رساله. استاذه رباب، ربنا ينصرك يا اهلي. ماشي. مازن، احمد عادل عبد المنعم معروف انتمائه، يعني ملهاش علاقه ملهاش اي برضو علاقه يعني، على فكره، بس ماشي معروف انتمائه ايه، ما هو اهلاوي. طيب وايه المشكله؟ بس ده احتراف على فكره، ما عادي كله بيروح هنا وهنا وهنا. استاذ حسن، سلامي الكابتن احمد فوزي، الله وسلامي يسلمك. الكابتن حماده انور. ويا ريت كابتن حماده يقول لنا يعني على موضوع نادي الزمالك وموضوع المستشار مرتضى منصور ورجوعهم مجلس الاداره. احنا هنأجل الكلام ده كله لبعد المباراه، وهنسأل. وعلى فكره احنا حاطين كذا سؤال للموضوع ده، ان احنا نسأل فيه كابتن حماده على ان هم رجعوا. مبروك يا كابتن، صحيح ان انتوا رجعتوا رجعنا فين؟ يعني مجلس الاداره. بص مساحات ايه؟ الله بص هناك بقى قلب العرب. بص الشوط الثاني طبعا بدأ وشايفين. لا بصوا صراحه يعني الاثنين اللعيبه دول يا كابتن احمد فرقوا مع الاهلي، اكيد اكيد تحس لعيبه، ان لعيب الكوره كويسه يعني جدا، يعني بقالنا فتره مش حاسين في مساحات بالشكل ده. طبعا طبعا، وبيعرفوا يتخلصوا واحد على واحد، بيعرفوا يروحوا كويس واحد على اتنين، بيعرف يلعب عينه كويسه، بيشتغل مع الناس اللي جنبه. ناهيك ان في مساحات في خط ظهر نادي الاسماعيلي. لا والاسماعيلي مش في مستواه النهارده، ويا بس رب انتخاباتهم بس تخلص على ان خير. شاء الله تخلص. استاذ ابراهيم عثمان مش نازل انتخابات خلاص. معقوله؟ نازل يعني، نازل مش هو كان كومي مش و... كان مقدم ولا لا 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 مقدم. لا مش مهندس سياحه بس ولا مش مهندس يحيى، ونازل برضو كابتن لا ما اعرفش مين تاني، علي غيب كده. علي غيب، كابتن علي غيب. فالدنيا برضو يعني لازم تلحقوا تلموا بقى الدنيا، الانديه الشعبيه دي احنا عايزينها في الدوري يا جماعه، مش هينفع نقعد من غير. ما ينفعش فرقه زي اسماعيل تنزل اصلا، لا ما اعتقدش ان شاء الله لا يمكن. الاستاذه شريفه، منورين الاستوديو، مبروك للاهلي مقدما. طيب دي ماشي، نقول أستاذة شريفة ولا أقول أستاذة فيفا؟ أستاذ حسن، هناخد آخر رسالة بقى عشان نطلع الشوط التاني، هو بدأ من دقيقتين وإحنا بنتابع معاكم. بس أنا مش عايز أزعل الناس اللي عمالة تقول محدش بيقرا رسايلنا. أستاذ حسن، معلش الرسالة راحت مني يا أستاذ حسن، حضرتك حاول تبعتها لنا تاني. أستاذ حسن السعيدي، اهلاوي وافتخر، ولكن التحكيم واضح انه على الاهلي وعلى الزمالك، بس ربنا يستر. خير ان شاء الله. الفار جه مش عاجبكم، من غير فار مش عاجبكم، مش عارفين نعمل ايه. يا ريت تقولوا لنا ازاي نقدر نحضر الماتشات. استاذ حسن بيقول يا ريت تقدر تقولوا لنا ازاي. هنعرفكم كل حاجه بعد المباراه، عشان الشوط الثاني خلاص كده بدأ ان شاء الله. نرجع لكم بعد المباراة مباشرة، ونكون شفنا بس المباراة انتهت على ايه، وهنكلمكم على رابطة الاندية، وهنكلمكم على ازاي تقدروا تخشوا وتحضروا المباريات، ونتكلم على الـ HD الجديد اللي شغال دلوقتي. بصراحة جودة التصوير
يعني تتحسن. هايله بصراحه، وعدد الكاميرات اللي في الملعب. لا مش عايزين نقول هايله عشان لا هي هايله باينه من اول. انا قلت احمد دياب هيتغر علينا خلاص، وحشه قوي. لا بس هنقول نص نص. بس قبل المباراه انا قلت ان من اهم الميزات التصوير التلفزيوني والنقل لحاجه ثانيه. هنطلع نتابع المباراه الشوط الثاني يعني، نتابعه ونرجع لكم بعد المباراه نتكلم في كل الاسئله اللي حضراتكم بعتنا. استنونا بعد المباراه. أو ما